كانت أم عمر تعاني من آلام شديدة في العظام، مما دعا ابنها عمر أن يعرضها على أحد الأطباء، فوصف لها العلاج المناسب في وصفة طبية. لكن الكتابة غير الواضحة التي تضمنتها هذه الوصفة جعلت الصيدلاني يصرف لها دواء آخر لا علاقة له بمرضها. وبعد مرور عدة أيام من تناول أم عمر لهذا العلاج، ازداد مرضها وحدثت مضاعفات خطيرة لها، مما أدى إلى وفاتها. أثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة، قررت بعدها إدارة المستشفى إلزام جميع أطبائها باستخدام برمجيات خاصة في كتابة الوصفات الطبية، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ الفادح الذي قد يعرض حياة مريض آخر للخطر. أذكري أكبر عدد من البرامج التي تقترحينها على الأطباء في كتابة الوصفات الطبية.